بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لباد يا مرصد حاد ولا ليال مسجد كإقرأ وحاود نكسر دوين يا مؤتمر كي دلين يرضى نقا من شرني أفراد مؤتمر كمقعي سوحا نبحيني محاسن الإسلام مؤتمر كوحا نكترنا مالنتي سي سدحاد إيو محاضرة دي سي أفراد محاضرة دا وحا إكاهد ليسا تاريخ دي إمام بخاري وحا إنوكلي دون إن شاء الله تعالى شيخنا الفاضل شيخ بشير يوسف شيل فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محاسن الإسلام ومؤتمر كويهي عنوان كيسة محاضرون أيتهاي ترجمة دي تاريخ ذي قيب كم إذا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قيب كم إذا أويان، لأن محايري كل إذا وحل سوكو بكري ماهين تاريخ ذي سوحا هي تاريخ حمبارسا علمي آدي أدو بلارا مركا إيكينا يا بعض العلماء أجزاء أيوة اللي فين قارا أرضي دي سي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قيب كمدة رقم متأخرين تانا ترجمة دي سا أي تقريبا مجلد لأن كنيجين وحل كوبي كرماها مرك حاضرية وكنتن دقيقة ضد يرها سعته لقوم كوبي كريو مقعي سوحة ليرها هذا محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن برديزبة البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن برديزبة البخاري أو قيسى مغيرة أي سوء إسلامي انت كهر ضدك وحيا هاين مجوس مجوس تدبك عبد أي هاين أو ياشي سهره ما يشو كل شيء أيان اللون نسبيي وبخارة ويان بخارنا ما أنت وحي كتر سنتهي سمرقند طشكين قبل كليرا هذا ويان وقبل الله ير يركا إكا حروبي ميدوغا سوفياتي اللي سكو أورنجري روشكا إكا حروبي ويان هل كاسوها أصل كيس إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحو شيء بقوليو لحية سقاشن هجيري ذا إسلامك بقولي لح ذني سقاشني لح هجرية الإسلام كبش الشوال أي ولا شيء بقولي لح ذن بقولي سقاشني لح هجرية الإسلام كواحد لنتي إمام وكيع ابن جراح ابن مليح أبو سفيان وحجر ثمر كتاريخ ذا تراجمة علم ذا مرك اللقاء والرمي السنة ذي ذا قاركود علماء لنتين قار كلانا إلى شين وأدموذي سيدبكا بختيي لأن عالمكو سيدا علماء إسلامكو تلمامان وثلما وترر ويان يد الله عقلي إسلامك
علمدو وا انبيياد الله كوي دخلاي ويان سيدو نبيغي نو شيغي صلوات الله والسلام عليه. امام البخاري ورينيا في صحيحه معلق اسغو ابو داود ورينيا اسغو مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. امام البخاري في كتاب التاريخ وكو ورينيا اسغو مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم انو نبيغو ورينيا العلماء ورثه الانبياء علمدو وا كوي دخلاي انبيياد الله كما أيسن دحلين درهم إيه دينار تونا لكن وحي كدحلين وعلمي قفك علمي قاتنا وحو قاتي ليف وين بو قاتي بير نبي صلى الله وسلم عليه موت كأنبياء الله كو إيمان إيه أما غيري ذا كو إيمان إيسي أنبياء الله وحي هاي شيء فجعة مصيبة ما بعدها مصيبة ثم أنبياء ذي وحا دحلي علم ذي وهكذا علم ذو نغيري ذو ذي أيتهاي شيء مصيبة وثلما ويان يدلع قالي إسلامك دربك إسلامك هذا سيداتي إلهي سبحانه وتعالى هدو عالم من العلماء أوفصدي وحرد شيء إسلا سندك عالم من العلماء وقولي يو سقاشني إليح جريد إسلامك بشي شوال أي واحد شيء إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مغير بن برديزبة البخاري سند كان واحد انتي إمام وكيع وكيع بن جراح بن مليح أبو سفيان وكيع نوهن إمامة متفق عليه وننكو شكتي بالا يرى هذا سيد بعض الروايات أي تلماميا يعني وإن كان فيها شيء إمام الشافعي وكورني شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وكيع هديه لنتي إمام البخاري أي هذا الشيء رحمة الله تعالى عليه برديزبا بمعنى لغة أهل البخارة وحلقوا يرى هذا قفك الزارعة غير كوحي هاي غير بير اللي أمرك إمام البخاري ويسكو كل شيء وحي هاي غير بير اللي أبي إسلام نمدي سوي وناك سنيد أوجي سيدا سلاك أبيه وحكم دها من طلبة العلم أبيه طلبة العلم وكم دها أوجي نسيدا سلاك وأوجي وحو أرضي النغضي حماد بن أبي سليمان شيخ إمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أبيهنا إمام البخاري وحكاها ورمي في تاريخ الكبير ووحو أرني سمع أبي من مالك بن أنس أبها يوحو علمك كم أغلي مالك بن أنس شيخ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إمام أهل المدينة مذهب كمالي كذا شيخ ذي ويان أبها مالك بن أنس بوح كم أغلي معناها إمام الشافعي يوحى مركا أرضي وضعها إمام البخاري أبيه ويا لبض بوحي وحكم وغلين إمام مالك بن أنس وحي أراني ورأى حماد بن زيد أبهي وحي لك المي حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه وحي لبذي سقع عن بكو السلامي عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد الورع إمام أهل الدنيا ويان إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أبي وحوها نن ورعة حلال قوضة تجارة شقيستة قول انتي أبيه سغير وهل يراهذا وحو كد انتي لبي أهايا ولا لا سغو محمد لي يراهذا إيا أحمد أولالك أها لبدا سكد انتي أبيه إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يران تيسي وإن ربي عليه سيد أصحاب التراجم أي تلماميان أحمد بن الفضل البلخي أي أوحي وراني أي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه سوغو يرى أي وإن ربي عليه هو يدي وحي هاي قفاد تقوى بدن إم بدن بي الميسي إلهي حق سبحانه وتعالى إن بضم بي إلهي بريضي سبحانه وتعالى هبين كدن بيبا وحل لي رهذا وحي كريوتي نبي الله إبراهيم خليل الرحمن
oo ku oranaya wiilkaaga indhihiisa ilaahay waa u soo celinaya subxaanahu wa tacaala likathrati bukaa'ik ama likathrati ducaa'ik ducadaada tirada badan ama oohintaada ilaahay xaggiisa aad u ooynaysay tirada badan darteeda ilaahay wiilkaaga indhihi waa u soo celinayaa waagii markuu baryana ilaahay subxaanahu wa tacaala indhihiisa waa u soo celiya maxaa yeelay iyadoo waalid ah ducada waalidku ay mustajaabo tahay haddana qof xalaal quudanaya ah caruurtu waa agoon weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala min sunanihi waxaa ku dureersaday caruurta agoonta inuu xifdiyo ilaahay طالما إلهي أوقاتي أبوهد إنه إلهي إلالي سبحانه وتعالى إمام البخاري إنه بأصول الله بتاي سيدا عالده وهيد عرورة الدكسي قرآن كان لو قينا يبا دكسي قرآن اللي قي وحورنا يوال لو يدي ووحا اللي قيري إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحويدين يا محمد بن أبي حاتم وأهانين وراق أهو يسقى وحو قرجي يا وحان كو إري ويري يا أبا عبد الله كن يدي سيويا يا أبا عبد الله كيف كان بدء أمرك أمرك هذا بلو جيس السذاب أها إمام البخاري مركز وحورنا يتوان سنو حفظ القرآن كان ليقو إلهامي ودكس القرآن بانقلي ميقا يسنقا أها مركز وحير طبان سنة انجري وحير بان كيرا اما واب انجري بانتا تقريبا كدبنا محادة عي كدب وان كسوا بحي بويري هدي ان كسوا بحينا وحنقو ذا قلي ان ان علماء دي دروس تأخرين يسي ان فرديستو ننو حجر الورنجر الامام الداخل رحمة الله تعالى علي درسي جيسا ايام فردية مالين مال مها كميدة اساقو اخرين ايا درسي قو اخرين ايا وحورن ايا قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم سنة كمركو انت يري أي إمام البخاري وحكيري إن أبا الزبير لا يروي عن إبراهيم أبا الزبير نك لا يرى هذا عبد الله بن الزبير بل لا يرى هذا المكي وتلميذ جابر بن عبد الله ورير مكويا لا يروي عن إبراهيم إبراهيم وإبراهيم بن يزيد النخعي والركو فويا لا يروي عنه وويل يروي أنا تبنجرة نك وضيقها الداخل أها وقول قولي وعنانتي وحنكو إيري ويري بح وفيري أصوش هذا أصوش معنا وكتابك أصل كأها إي كتاب كأها بح سوائك وحيرو بحي وقول قولي كتابك يسي أصل كأها بصوائك يسوغ الله عدين يصابح markaasii wuxuu ugu yiri seed ku ogaatay bal iga waran waa sidee hadaba haduusan ahayn Abu Zubayr Sufyan an Abu Zubayr an Ibrahim sidee weeyaan markaasan waxaan ku yiri waa Zubayr ibn Adi laysa ba Abu Zubayr Zubayr ibn Adi weeyaan Abu Zubayr maaha markaasuu qalinkii intuu iga qaatay buu yiri kitaabkiisii saxay wuxuuna ugu yiri sadaqt waa runta Imam al-Bukhari waxa lagu yiri kab ابن كم أنت؟ مال أنت أسيد الله ذا هاي إمسا جرتي قال 11 سنة كوي تمن سنو بابن جري مركا كوي تمن جري أيانا ها مركا سوحي يري انت وحي كدن بي وحن قذق لأينا نحفظي كتبتي وكيع يا عبد الله المبارك كتبتي سي مسند كيسي يا كتاب الزهد يساق أول لي هاي كتبتي لمتك أها إن أن حفظيه wuxuu oranayay imaamka raxmatullaahi tacaala calay 16 sano markaan jiray kutubta iyadaa waa dhammeeyey kutubtaasi waa xifdiyey buu yiri haddii aan xifdiyeyna waan soo baxay waxaan xifdiyey oo kale 16 sano intaan jiray kutubtii ahla ra'yi lianna meesha imaamu shaafici imaamu lbukhaari raxmatullaahi tacaala calayh uu ku dhashay waxay dadku haysteen madhab xanafiyada مذهب أهل الحنفية أي أهايين حنفية مذهب كذا هستين وحي ركوة مذهب كوذا نوان حفظيي وحي رلحية طمان سنة مركا انجري أي أنصاب أحني أنيقا إيا ولالكي أحمد إيا هو يذي إنا نسو حجنا مكان النمت وأن حجني مدينة اللسيم مري
هدي مدينة لسيمة ريو أيام ولالك يوحن كيرا هوية سيك حي أديك أنا كان طالب العلم بان أوفر ديستين طالب العلم أي أن أوفر ديستين مهش أيضا هل كا أنت أوفر ديو كتب بدن بقري دونا شيخ رحمة الله تعالى عليه شيوخ أدو ترى بدن أي اللي إمام البخاري حياته ديس وحلقوا بكرانا معها محمد بن حاتم ابن أبي حاتم الوراق وكور رمي وحيري وحن مغلي إمام البخاري وأرانيا دخلت بلخ ما قال هذا بلخ لا يرادو أفغانستان بكت الله هاد حدود إيراني أفغانستان هل كاسي سيقرد وذي حدود أفغانستان بكت جرتها بلخ بان تقيب ويري رحمة الله تعالى علي ما قال علمية بأهيد وعلمة أسو هرتان وعلمة التغان وعلمة أيكون نوشهي بلخ بان تقيب ويري فسألوني أن أملي عليهم لكل من سمعت بحديث لكل من كتبت عنه حديثا وحي ويديستين إن أن أييريو كوال بأو شيخ أهون حديث كم غلي هل حديثه كم ذين أن أييريو معنى علماء ذي نوال بأو كم ذا هل حديث إن أن أييريو هبل حديث كاسان كم غلي هبل حديث كاسان كم غلي هبل حديث كاسان كم غلي وحي كقرين إن كبضن وأي جارسيين كن شيخ إن أوليه كن يزيادة آيان رحمة الله تعالى عليه سيدو أوت المام أيوه سيدو أران أيه كن شيخ كبضن بان كم مغلي علماء ذي دي ووصن كم دهين إلا صاحب حديث مد والبابا كل قدنا وحي أران أيان الإيمان يزيد وينقص إيمان كوا زيادة ونقصامة تام عنه ذو حويان وعلماء وحي آيان أهل السنة والجماعة عقيدة ذي سلف الصالح حيسته أي آيان intuna dhiman in koor laba bilood isagoo ka waramayna wuxuu oranay imaam al-bukhari kun iyo sideetan sheekh ayaan wax ka maqlay uusan ku jirin qof mubtadi'a dhamaantood ay yihiin rag culama ahli al-haditha laakin rag inta dhan moqda sineene rag waxa jiray aad u daaweyn oo la qaybsaday hatta shuyukhdiisi ahmed ibn hanbal shuyukhdiisi ba kamita وكذا وين أحمد الحنبل وحده شيء بقولي لحدن يسقال هجرية إسلامك معناه مركو إمام مش أحمد إمام البخاري لا لنا إياه أحمد بن حنبل هو سودان جري ويان وين وين سودان سنو جرا هذا نمع ذلك شيخ بي وذاقان سيد أبو عاصم من النبي نيكل أورنجري ضحاك بن مخلد بن ضحاك رحمة الله تعالى لي وعكم إذا أبو نعيم فضل بن دكين باكم إذا الأنصاري باكمدة عبيد الله بن موسى باك إلى غير ذلك علماء بدن أو حجرت الشيوخ ذي سوءه ولو ذاك سنة يو أي ماذا يجا ولب الرجع سنة أي كم مغلين رجع تابعين تها سيدا درت هذا إمام البخاري وحلي هاي كتاب كي زمر كديب الله يقول الله صحيح البخاري جا يكون الله مثك ثلاثيات وحلقوا مجعابه نوع كم ذي من أنواع الأحاديث علماء تقسيمته أسميان ثلاثيات وحويان بين الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سدع قف كريا أول حيا وشيخي ستابعي يا سحابي بس رقصوا كانوا كوريا ثلاثيات كيسون وكبذيهن ثلاثيات كإمام مسلم ترمذي النسائي أبو داود ابن ماجه وكبذيهن ما دام وكذا أوينا حيا لا يجو حيل ألندون الله بقولي وكذا بيسوي حدا شو بقوليه لحية سجاشا هجرية ذي إسلامك سيدا درت هذا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مركو قاري سيدة يتبان سنو أرض الحجاز يسوق جوغا مقال هذا مدينة جوغا أيوه قري كتاب كيسا التاريخ الكبير التاريخ الكبير يسوق أوران يوان اللي في كتاب كيسا مقال هذا مدينة هبينك ضيحوا عد عد يعني هبينك ضيحوا وياهي ليالي المقمرة هبينك ضيحوا وياهي وبحسمه وضيحوا إفتينك ياهي أي أن قريب أرني وحنا قري مسجد النبي صلى الله وسلم عليه كتاب كايسا وأسديدي تبنجر إمام البخاري رحمة الله تعالى اللي هي تبنصر نقول بالله تقريبا وحي كدم بيه سديدي تبنصر نقول لما يستري وحكو قرآن إن كبضاً أفرية طبان كن ومن الصحابة إلى أي عصر جيسية أفرية طبان كن أوقف وترجمه ذو ماشي أو كينيو قف والبا
وسوكو بيا ترجمدي سي شيخي سي عنده واحد كوريسي انت بو اوكينيو اي شيء كم داهون هدي اجرو تاريخ ذا الى علماء دي زمن كيسي جوغا اي فهمي واين نظام كو قرا كتاب كيسا امام البخاري رحمه الله تعالى عليه ولي وحورنيه كتاب كان اسغا وان سو غابيي حدي ان الف لها قف كم اذا مجري اورني 14 كاكون الا مد والبا ترجمتي سو كامله وان قري كريا لكن وحن كعري كتابك انو غو دهرادو او مسافر هبين ضيح او بوخسمي او عدا اه اي قريا ليالي المقمره ومساجد النبي صلوات الله والسلام عليه عمره سوى 18 جير 14 كن او قف ومن الصحابه كسو بلو الى عصر جيسيا اي دوشا كهيا او لي هي مد والبابا وان كبقنيا ترجمتي سين ايغو ديرات موياني كل تاريخ دود ان قري كريا تلو هدو دمهستري لا انت نكون لا مرك عبد الله بن الظاهر نيكي لورن جيري اي امير اها واغيسي اسحاق بن راهوي رجل لميدكا اي كتاب التاريخ دو كينن و خيرهدين الا نوريك ميانا كتسينين وح سحر معناها سيدو الفي وح العجيبه هي الغريبه الى يومنا هذا نوى كتاب اي علماء كفى ايديستان وكتاب متداول بين العلماء علماء الاسلام كي يسد الديبان سيدي تونسون نجري مركو قريه رحمه الله تعالى عليه وحقوق قرينا وحي اهيد هبين ما هين حتى مالين كليل مالين من هين هبين بان قريب ورني الليالي المقمره هبين كعددها مجر مقع كم إذا إلا وله قصة أفرية وانك أكون مقع كم إذا مجر مقع يضاسي إلا قصة دير وتاريخ دي سأوان هيا لكن كرهت تطويل الكتاب وحن نعي كتاب كي نقول له هذا مرك كتاب هو كتاب تاريخ تاريخ الكبير بلو يقانا لكن هو مختصر عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مختصر ويان مرك سوحي ورني يرانتي سيمركو كور رمي انتو ننصوبحين وحن لفر لي سنجري فوق هذا ولينك أصحاب الرأي قال له يقانو مركزا مالين معلومها كم إذا أيام ميت كم إذا رجي ماشي جوجا وحي يقول محاط قرطي ساكي وحن كوير وير اللبا أنا أرجع إذا لب حديث مركزا يقول قصلي وير نين أضيع هاي ماشي في الديب وحيره لعل إن تكو قصلي سان لكن وحلا جيا بزبن كهدو إلى هاي عمر السيو إن أي لحظة إن لوبا هذا إن كان يسقى نعم سيدي يو توبان كاسانا مركو وجري كتاب التاريخ وقريو معروف بوكاها أرض الحجاز إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لبدا سنة وجري لحي توبان سنة كسو حجي سيدي يو توبان سنة ومر يا مركو ألف يا كتابك ولا جاي قاني أرض الحجاز وحكو قد دليل القصة وسؤال رنا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه إلا ويدينه وحورنا دخلت على الحميدي عبد الله بن عيسى بن إرادة حميدي وأرضي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هي سفيان سفيان بن عيينة أدب لازم سفيان بن عيينة وحال إرادة أفرت سنه أي أرضي وآها سفيان بن عيينة أرضي مركز سفيان بن عيينة ويان إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وحورنا دخلت على الحميدي حميدي بان أصو قال أنا قو سيدة يو توان سنة جرا يضو أي إساقيا ننك لا إسكو هستان مسألة اختلاف إسكو اختلافين حديثك مركو حميدي أركي أنيقا أيو حيري قد جاء من يفصل بيننا وحيمدك إنك لا صاري لها إقرتنا قلي لها حميدي وحول لكم المئضيال واوين إمام الشافعي بأرضي النغضي وحو أرضي النغضي سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ونفتيس الشيخ أهاب إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وأنك ولي يا إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز هدينا أهين مالك يا سفيان لذهب علم حجاز حجاز علمي قدر لم وتقله سفيان بن عيينة أي أرضي النغضي وإنت سنة لازمة إلى أحفظي حديث سفيان وحو أرنج ريبا ليرى هذا أرضي سفيان بن عيينة مركي وي ماذا قال الشيخ شيخ ما أنتم محيدين سويريي
حديثك أي حديثك أي حديثك أمرك يراهذان سندك سدا يا سدا يا سدا كان ما يدين شيء ما يقدر صدا كان ما يدين شيء ما يقدر صدا أنا قاعد أحفظ النهار أو قاعد أحفظ النه معناه هو من أوثق الناس في رواية بروايته عن سفيان بن عيينة أيوح لي أي قد جاء من يفصل بيننا وحنوي مت كي إنك لصار لها إمام البخاري وحير هدان دقيستي لبضوذي قرته وحن أحب ميسف إنك الأورنجر حميدي رحمة الله تعالى عليه إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحي علماء أصوف الليستين وحن لقى حفظيي وأرضيه أي وحكا قرنجرين يسوقوا آنا قرن لهين الميرة أحكوا دليل قصدي أسوء أروريني أبو بكر بن الأعين أبو بكر بن الأعين وأنين وين أضيع حتى لو قلت لي إلى شيوخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحورني قد كتبنا عن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه على باب محمد بن يوسف الفريابي محمد بن يوسف الفريابي وشيخ الإمام البخاري وأرضي سفيان الثوري ويان سونا أضيع الباب كيسان لفرنا بخاري بأن وحك قرينا مع ذلك يسوغو أنا اللهين وحقر أه إن بهيراته وحقر يسوغو أنا اللهين أيان وحك قريني أن قرن كريسا قفك مركو أن قر اللهين إنت دعدي سعيتهاي أد بيو يرتهي معني وحورنا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مركو كور رمي صوابتك أنتين وقال في كتاب كيسا صحيحة ورتي وحل أورنجري سيد إمام الشافعي وورني أصح كتاب بعد كتاب الله وحل أورنجري موطأ إمام مالك زمن نبا سيد الأورنجري إمام مالك مركو موطأ اللي في إلى اللي قصه قاري صحيح البخاري أنتوا اللي فيه وأنا صحيح به هيد وركا محايا لي كتبتي اللي اللي في واقع وحا أقص حسنا كتابك موطأ إمام مالك رحمة الله تعالى عليه لكن إمام البخاري مركو يمت أيوه حورني مالين مال ما هكمل ده النجوى فردينا الباب كإسحاق بن راهوي أرضي ذو أي فرديان إسحاق بن راهوي نوح الله يو أي قار أصحابته إني كم إذا وحي راهذين أصحابته إن مركو لي هاي أهل الحديث بقول جيدا قار أصحابته إني كم إذا وحي راهذين لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديئات كل من لهيدين كتاب قاباً وصحيحة وكور رمي النبي عليه الصلاة والسلام سنوين كيسي إمام البخاري وحيري فوقع في قلبي أرنت يضا هيد با قلبي قيقي إقدى الدكتي إلهي با سبحانه وتعالى كو إلهامي قلبي قيسي با إقدى الدكتي إنو سميه أرنت يضا هيدو استاغو رحمة الله تعالى عليه مركز وحي ورني فجمعت في هذا الكتاب كتاب كان إساق أبان كلمي كتاب قاسنا وحي أقوم مقعدري الجامع المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه وكتاب كي مسند كاها صحيحها مختصر كاها قابنا كوبي سنوين كالنبي عليه الصلاة والسلام إياما المهيسي كوبي ويان ما قعنا عصوك لا يشيخ وألي في رحمة الله تعالى عليه وإن كان ليس كسو قابي أولو يقان صحيح البخاري كتاب قائسة أمرك وألي فينا شيخ رحمة الله تعالى عليه ما لن يلبها بين تونكمون ألي فين سيدة تاريخ لعكرة لكن كتاب قاسي وحو جمعين يمد قاريسة لحئية طوان سناصيد الشيخي سببا وحير ما صوبتا كنتين حي أهيد وحي أهيد إن أكفكره حديث كان أقريه انت طريق وكسو عروري سيدو سحوية هاي وحاسو إذا إنو قادار لغو شيخ رحمة الله تعالى عليه إمامك إنو قادار لغو أي اسكد ديهي انت كليكو مقاب سنينين سيد الروايضها أي تلماميان إمام البخاري نفهانتي سؤو الشيغيو حديث كمد أمجر صحيح البخاري إلا انتو كعو قبيستو أي الله برق عدد السنة أنتو كني رحمة الله تعالى عليه الدين لا يرى هذا كتابك هلا صو قابيو إلى سدح كون وحديث ويان مع مطول كي سمرك لا يرى هذا إلى تضبك كون وحديث ويان مع المكرر كي سمرك لرده تضبك كون وحديث ومدي با مدكي بالله برق عدود لتكذا إمي سين قنيسة إمي زويان سكون لفتادة
ومد والبنى اللوقة بيستيها دكور وشكرا لله جل وعلا إيو إنو إلهي وافجيه سبحانه وتعالى وفعلا وحي إلهي كبريا إلهي وافجيه جل وعلا مرك إمام قوحي ورنا رحمة الله تعالى عليه إنتا وحن كسو صعي لح بقل أو كن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى لح بقل أو كن أو حديث أو حفظ سيئة هاي أو كل قد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنت يرؤ شيخ كسو صعي مقع أسييب أنا كنت سنعيسة الجامع الصحيح المسند المختصر وأهمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه مختصر ويان وأن شيء جامعه لحظة بقوله كن أرنبو جمعين إياه حديث والبوء كم إذا أهنا وأكعي وقبيسنا يواتكني سيد علمة تلمام إياه وحن أراني ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح كتاب كان يسجى ما أنا نقدر إلا وحي صح نقضيمه وتركت الصحاح أحاديث بدن الصح أهنا وانكتقي بأراني كي لا يطول الكتاب سيورا الكتاب كي يقول ديران إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه سيد العلماء ذكر الله ميت كاهيد وحسمين جري رحلات رحلات كعلمك قفك هدو أرضي هي بلدك أو كنو لي هي علماء كنو الوحى أي علم حنبارسيين إنو كوي ليويان ثم بعد ذلك إنو صفره لأن علمك الله صفره بركة ليه بركة ذنا وحكم إذا إنه إلهي كسية سبحانه وتعالى علمي بذن إن لا صفره علم هذا صفر جرين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يجوا ولي بدأ يربي سفرين إمام البخاري هذا إنه كل جذا جرنه لحية تفنسر وكوي ميد أرض حجاز حج سوء هذه ثم بعد ذلك طلب العلم مثل ذلك إمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه لحية تفنسر مركو جري من بغداد إلى صنعاء عبد الرزاق الصنعاني أو بكر الهمام ابن الهمام هل قاصوا أسفر تجي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كوي تمسنا مركو جري من مكة إلى مدينة المنورة لأن محايا لمكة علم جيدو ونوا ويلي مسلم ابن إبراهيم الزنجني كيلو رجري مسلم شيخ إساها علم جيسي وحفظيه سفيان بن عيينة علم جيسي وحفظيه وهكذا من العلماء ثم بعد ذلك موطأ أي حفظي وحصفر إلى مالك بن أنس كي تمنسن وجري رحمة الله تعالى عليه وهكذا علماء يا أهاين إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أنت ميلود وأصفر وحلك وبكريمه هذين بغداد نقل لهيد هذين نقل لهيد حجاز وأهمكية مدينة هذين نقل لهيد كوفة هذين نقل لهيد بصرة هذين شام نقل لهيد هذين يمن نقل لهيد هذين نقل لهيد مصر وخاصة مصر وقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه انت بواتقي وحورنا يسداد مربا انتقي بغداده أن لكل مي أحمد بن حنبل وأن حسوس تابو أورنا يأريقي يقدم بي أن مركا أنه كالتقي النوحي يقول يري أبا عبد الله ما وحد كتقي سا بغداد إيان داد كمية كتقي سا علماء ها ووحد آذي سا خراسان خراسان مياد آذيسا لأن بغداد وحي آهيد مدينة العلم علماء ذرنا ويكون رنائين إن بضن علماء ذكم إذا هلك سالوصح علمي تججري وحكوت المامية مدينة السلام دار السلام بالغرنجر مدينة السلام كتابك وألفي خطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه وكل جمعين كل عالم دخل بغداد عالم والباء وصوق لمقالة بغداد إلى زبن كيسيبو كينا يا شيخ رحمة الله تعالى عليه وحكب حسدي وإسكير وإن كان ابن النجار وقضاش الدنبي يستقن اللي ماذا الزيادات وقدر إلى يزبن كيسيئة لكن إمام خطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه وحيس قد يا قف والبو عالم أصوغ لي مقالة سيئن وتاريخ ذي سيقره ولذلك إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ترجم أدر أي خطيب البغدادي كوكينا يا في كتابي تاريخ بغداد وحكينا يا إمام بن عساكر في كتابي تاريخ دمشق وحكينا الرقبة ذن إمام البخاري مركا وحي ورانا يسداد مربا تقي بغداده أن كل كلمي أحمد بن حنبل شيخ مركا رحمة الله تعالى عليه وحد قرانا يسأينه الله كلمي
أحمد بن حنبل بل وكوريا في صحيحه سيدة بعض العلماء قبان علماء ذي سمرك الله ورمي شيوخ إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه والغت ريا أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه ونصيد صحة أهويا مركا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحورنا يي مالين مال مها كميدا يا وحا ورنا يا حاشد بن إسماعيل يا وحيري وحا دعي مقالة بصرة ضد كذين يسوي ماذين ويدعي جرتي عالم من العلماء وحو النقضي مشهورة لأن أولا وحا علماء بدن يكون رؤيوذين إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قاركود أي ليهن وحن أرقني إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه النبي قام كل رياضي صلوات الله وسلامه عليه سوى صعنايا إمام البخاري أنه لقت لقيا مال الله لم يشر لقت كقاضي النبي صلوات الله وسلامه عليه وحي ليهن تاسي وحي تسين إساء إنو حديث كالنبي حفظنا يا صلوات الله وسلامه عليه إساقنا فأنت إساء وحورني وحن كل رياضي إساقوا يرويان أنقوا مروحة حيا والنبي عليه الصلاة والسلام بابنا يا باب بسكيويان نبي بابنا يا صلوات الله وسلامه عليه رجع برجل الرؤية ذا مركان أو ويدين أو حيقوي راهدين تذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كالنبي قد كله رقوفي دونتا أو كله شاندين دونتا وفعلا تي إلهي ورب وكرده سبحانه وتعالى حاشد بن إسماعيل بمركو وحي أراني إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أرضي بان وضاهين علم ذا أي نوة ذا تقي جرني أنه مرك جوغنا مقال ذا بصر اللي راهدو إساقنا ويهي دالين يرو أي أن علم ذا علمك كقر جرني ما لنتي دنبع يا وحن كنري ورأذيك كتابنا ما هي ستيد مرك دتك وحقر يا أنا وحقر ما يسيت محاكو قد عي عنان ويان رجي أرضي ذا وضعها أين جساها وحبي قرانا يا إمام البخاري لكن محبي قر ما يمشي يسكفر ليا سو ما يشوف فرديا وحبي ما قريه مركز أن كنري ويرك كأنما إني يريسان أيان وإليهن معقول ماها هذا حفظين الله يدحي معقول ماها حي لو حل مريا إلا يشن يتوبون كن أو حديث شن يتوبون كن حديث مركا لقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى بالله بما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ما بالله بي أو حل قصوا بالله بي وسند ويان فحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مركا سأل الشيقية هل كي حديث با وحل لقيا با شن لح تضبا سديد إسناد إن الله كهنا كلنا أوليها هل متن أوكلية إن أي وحي سيدا يسرد حقالان صورت قل ماها مركا قفك وكو أذكتها سكستو أم ذح مسكح في عين يهي وكو أذكتها حاشد بن إسماعيل وحي الإمام البخاري بأنه خبصني مركا سأنه كنا رسورت قل ماها مالي تدنبو وحيري وريدون كواد إقبضي سين وركاني بالكالية يقول لك إيست شن يتوان كنا حديث ويان وأنه كده جيس النبي يري هل حديث نمونا نهار مرن من الدب مرنين سيدا يهيد بوك أنا شن يتوان كيكون حديث وحين نقول نقطي يري وحى أنت أكدم بيجي إن أنا كتبت إن أنت أنا قادنا عنده إنه وحي يجا كشك يعني إن وحبال القرية شيخ أنت وحلا يا أنا وحى أنا كشك إن أنا رانا ورد شيخ محيري بل نوقع لي سجن مركب وقع لي حفظ جيسي وحورنا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحى دع جرتي حديث أن بصركم مغلي إن الشام كو قرى مذا الشام كو مغلينا إن مصر مركان مري قرى ومعنى هذا أيتهاي بصر أي الشام أد بيوكل فوقيهن حديث كي بصر أكو مغلي مركو سفر كي سلما يسترتي أو تغى الشام أو دغو أي قرية حديث كو الشام كو مغلينا مركو الشام كصوبحو أو يماذا مصر أو دغو أي قرية أي ديوان قلينية احنا حفظك انت على لغه قبان كره يا محيط امام الشافعي رحمه الله تعالى عليه شيء غريب اهويا مرك الهي اوسيه سبحانه وتعالى وحورنيي يوسف بن موسى رحمه الله تعالى عليه انه جوجنا بصره مساجد كيدي جامعها ايا وحا دواقي مد دواقيه اسو اورنيي اهل العلم يا أهل الحديث وحيمد محمد بن إسماعيل قفك علم دون أهو إمو سيدا صار لقول دواقي
وحيروان رادين يعني يركلة مسوابنن لن يرى وشابة مركز نوصف نستوى حان ويديس النبي يرى أنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام نو أخريه موعد بو نسيه ما دام ومال انت سفر كسو قلي بري اللي يسيه ماذا سعدة مركز اللي يسيه ميد بو حكوير أهل البصرة وحد إيه ويديستين إنا أن إذن كغور رمى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن أهل بلد كنا حديث كوذيبان إذن كغور رمية أهل البصرة حديث كوذيبان إذن كغور رمية مركز وحو نوق ذا قليب أراني إنو أراني قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بلديكم نكي ري بلد كنا هاويا قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين نسائه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي إليه فسأله فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم حديثك يا هويا أنت مع أن أحببت اللي قلنا هاي مركز ضمبين إمام البخاري مركز رحمة الله تعالى عليه حديث كان قصده وقد ليه هاي وحويا ريب بصرة حديث كان شعبة وريب بصرة ويا منك اللي يراه هذا منصور سيدا سليك حديث كان ما هيستان سنتك من يقنن أسانيد أين أقول إن الصحيحة أهل بلد كوذينا أي أويري إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه سنة كان أويريا كوكل أويريا كوكل أويريا إلا أي لا عجبين ولا غريب سدين غريب ما هي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مثل ذلك أي قصة ميان رقبة إلى أي أرانيين إمام ابن عدي رحمة الله تعالى عليه ترجمة دي سمرك سواء رورينا يي مشايخ ذي ذي إن بضان أو حن كم غليب أرانا يي يقو أرانا يا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أي بغداد تقي بغداد إنتو أسي سعودي أي الله مغلي والوسي ديار قروبي رقي فقه هذا علماء ذاها ميش جوغي وحلي إمام البخاري ما انتهى الامتحانه امتحان كله امتحان يوام هاي نو والبا طبعاً قف أو أي واحد لوني بمد والبا أو كم ده طبعاً حديث طبعاً كحديث أسانيد هي متنجة اسم الله سنة كي متنجة اسم الله هو كلا دوينين هذي كلا دوينين مد والبا وجوني دي سويا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ولا سور دويني إن لا امتحان هي حتى عامدي وأديار جروبين إني دقي إسطنبول نكن للي هي بخاري إلى للي هي وحافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إهدنا لامتحان أيه وما تقولون بقى وح يكون نقطيه بشيء أي آدي أدو جعل إستان هنا أركان إمام البخاري مو أقع إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه والسؤال لوي ماشي اللي قلت له قال للفرديسي هدي للفرديسي والسؤال لوي والله يسوقا هران الله بالله مي رجك له كي كواد باكعي رحمة الله تعالى عليه أي كد الآخرية قال حدثنا فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كي لباد كي سدحات كي أفراد إمام الشافع إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه مد والبوح أرني لا أعرف مركو الشيخ وحورني لا أعرف لا أعرف لا أعرف تذكى عمدها وحير هذين ونن كان محل الله البخاري حديث النبي وهي صلى الله وسلامه عليه عبو قرن ماي علماء دين وحي فهمين إنه فهمي إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه معناها هي قصة كذب بيا امتحان كان إنه يهاي وحن وح الله قط له قال إنه فهمي بيقول قادين هديك كوا ودمي واسكفر ديستي كي لباد باصوك عيوا دمي وافر ديستي كي سدحات باصوك عيوا دمي وافر ديستي كي طبنات بعد دمي وافر ديستي إمام الشافعي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه هديت طبعاً كوادر لما يستين كي كواد بكو جيستو حورني أما أنت حديث كي كواد أشكتي سيدا يا سيدا يا سيدا ساتري معها إيوا سيدا يا سيدا يا سيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً كي أوشيغي أيو سيدا يهيد وكعليه كي لباد بكو جيستي طبعاً كي أوشيغي بسيدا يهيد وكعليه
كي سدحات إلى يكي طبنات بقولك حديث سيدي وكوك العليي حافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري مقدمة ذمرك كور رميه وحورنا يا ليس الغريب وحن لي أبا يقوم معها إنه صح إيه خلط ككلو أقادم حيلا وإمام من الأئمة وإمام أهل الحديث ويان أمير المؤمنين في الحديث ويان إيه معها غريب بقرنا يا رنتا لكن وحا غريب إيه وأن لي أبانا هاي طبان كودي نول بحديث كيسي سيدي أكله الرئيان إنه أكل صحاها دنا بل هدو قف كعوه اسكرناف عيد كله طبان قف هدي هل كان ككعان ومد والباء أبترسده إستغى مجي عيسى أبيه أوغي أكوشيه وكنا كعوه سيدا سيلي كنا كعوه كنا كعوه كنا كعوه مكو علين كريسا سيدا دي ويوان نقوع ذكت فكيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد كيبا طبان حديث أشيغيه مد كيبا أسنادنا يا فلان وكورنا يا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتنقي حديث كل شيء جاي. إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كيوهر انتو كو جيستيب وليبا طبعا كي حديث أخلط كاها سيدي صواب كهيد وقع لي حديث والبا كي كوا سيدا ساتري سيدا سواها كي لبا ساتري سا سواها كي سدحا ساتري سيدا سواها صحا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كتب بذن بولي هاي وألفي وعكم إذا خلق أفعال العباد معتزلة دي وحي لما إذا مركي صواب حين أيوح اللي في كتاب كيسا خلق أفعال العباد قدرية دي يا معتزلة دي يكو الله متكاولان وكور الدين هي وحا اللي في كتب سادو ترابضا وقل نصرين يا مذهب أهل الحديث كسيدة حق أنا وكت المامي قولين كأهل الرأي قاه إلا يراه ذا حنفية دي يساقنا حرقوف آدو بذن بعد نحمرتي رحمة الله تعالى عليه كتب اللي في باجرتي وحكم إذاها رفع اليدين في الصلاة وإمام البخاري هو اللي في رحمة الله تعالى عليه صلاة إن قعمها كر لوقا ذو أفرتع وقتي وآه مرك صلاة اللي حيران أيو مرك الله الركوع أيو مرك الركوع ذا اللي قصو كر نغضو إيا مرك التحيات كاللي حيال لقى إستاغو الله أكبر إن لي راضو حيا لمذهب الحنفية يقو حيقبان هل مر أكل يويان وأنا مرك صلاة اللي حيرتو وهكذا تاو حلم إداه القراءة خلف الإمام وحلم يدأه كتب بدن النوع سكر والشيخ اللي في تاريخ الوسطى بولية هاي تاريخ الصغير بولية هاي وهكذا كتب أدو ترى بدن بولية الشيخ رحمة الله تعالى عليه نقول الأدو اللي ربي أهيد مرك الشيخ رحمة الله تعالى عليه وحورنا يي حابين وقت يسوع أيام يرى فكري ويري وحنكف فكري بالأرضي ذي أنس بن مالك صحابي جليل كا أرضي ذي سي إن عن فيريو إمي سيد النايين ساعد كلية وحا يقصر دعيب ورنية إن كبدا سدح بقل وأرضي وأنس بن مالك قول لي إمام بخاري رحمة الله تعالى عليه وحو النغضي إمام مشهورة إلى مركز دنباء علماء ذي سي إساق يكو انتفاعان وحو ورنية رحمة الله تعالى عليه ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه علي أكثر من انتفاعه به ما ننتج عالم من العلماء إلا انتفاع أنيق ويقول انتفاع سنيو فإذا أنيق كفى إذا سنيو أي كبدا أنت أنيق سك كفى إذا سنيو نعم حيا ليس جو أرني رحمة الله تعالى عليه ما استصغرت نفسي عند أحد إلا علي بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني ويان نفط إذا ما أنا يا ريسنين إلا مركان هورفر ليستي علي بن عبد الله بن جعفر المديني مويان علي بن المديني في لورنجري ومع ذلك يسقنا ربما كنت أغرب علي وحد عجر سي مرق أركض شيء غريب إن أنا ولا إماضه أحاديث وسن مغلين أسانيدي رجال وسن مغلين إن يدعي عجر سي مرق أركض وكنت سنة يسا إنه إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه جاوز القنطرة مرك وأردها في رقي زبن كيساها أو حكوك الدليل أمالين مالمها كم إذا عبد الله بن يوسف نيكل ومحمد بن يوسف بن الفربري نيكل ورين الفرياب نيكل أورنجري حي الفربري يسي أرضي يسيويا فرياب وشيخ يسيويا فرياب نيكل أورنجري أنه وفر للنبي مجلس كيسا أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيغي أوحي أرنيي حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد بغسل واحد أرضي ذو أولا ولا فهم وهي كن يذر رقا يقع وهو أيو أبي عروة عن أبي الخطاب
ويري أبو عروانة وان فهمي أو سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه عدة وكوضه أبو عروانة وحويان منصور أبي الخطاب كنا وحويان نك الله يراهضه قتادة بن دعامة السدوسي أنس بن مالك كورينا يا سداس نوايلي جريب ويري سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لبي اللحظة صنمر كجري ويا هي تاريخ لنا إسلام كنا مركا أيضا لابا بقولي كنتن يا أفر بن رجينا يا تقريبا سدح يتبن عشاء كرنا بشي لابا بقولي كنتن يا اللحظة هي تجريد إسلامك هبين الله أفريو هبين كعيدة هي بشي رمضان أي دماتي إلا أركي صلاة عشاء لتكن أيو يا إلهي نفتك قاضي سبحانه وتعالى قصة دير بين هاي ترنتي أباهن نفتر كذا وقت لن قصة كانتي إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قري امتحان بها هاي يسقي يرح مرتين الأورنجري محمد بن يحيى الذهلي محمد بن يحيى الذهلي ومن رجال الحديث وحنا لقوت ريا حتى من شيوخه نوعها رجع قرانتي ساهويا حتى من شيوخه بعد لقوت ريا رحمة الله تعالى عليه قصة دير النويان وأنا قصة كانتي إمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إنوس محمد بن يحيى لنا أحبك ورنين في صحيحه إنوس إسقنا أحبك ورنين إمام البخاري أرضي لي سؤال بيؤتي ربذيهن مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري بكم إذا صاحب الصحيح إمام الدار قطني أولي هاي لولا البخاري لما جاء ولا راح مسلم إمام البخاري هدونا نهين لما بأركين إمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وحكم إذا إمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي بن الصورة الترمذي صاحب السنن وحكم إذا ابن أبي الدنيا وحكم إذا ننك اللي يرهضو أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس إيا غير كوذا رق أجلاء علماء يا كم إذا إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحكوة سنية هي مقالة بخارة وكل شيء أيكوة سنية هي مقالك لو كي رأس الرئيس وقدر سنبو كل انتي والله سواق هذا ميت كيسي هل كسر لقوة سنية قصدنا وحين قذكر كرنماها وقتي بعد ماضي إن شاء الله ولعل زمنك لي وقتك الهدي إله ينسيه سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء الله سبحانه وتعالى وشيخ وغبرنا إنه ميزانك حسنات أسر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نجنا ونبلغ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.